نروح لأوفا شوية. نروح لأوفا طبعا شوية. أوفا دلوقتي بقى رقم 2 في النادي الأهلي بعد رحيل علي لطفي. الخطوة دي بتقربه وبتقرب كمان حلمكم مع ان انتوا تشوفوه الحارس الأساسي للنادي الأهلي. طبعا يعني ده حلم كبير طبعا، أوفا يبقى حارس النادي الأهلي الأساسي. طبعا هو حاجة كويسة جدا ان هو يبقى يعني احتياطي للكابتن محمد الشناوي، جون منتخب مصر، جون النادي الأهلي، كابتن يعني بصراحة. كمان كابتن شناوي مع مصطفى كمان يعني على طول في ظهره ويسنده وما بتأخرش عنه في أي حاجة، وعمل ماتش كويس على طول أول داعم ليه كابتن محمد الشناوي على طول بصراحة. يعني الراجل ما بيسيبش مصطفى ثواني. أنا بسألك ده إن أنا عارف إن أنت دايما خطوة بخطوة مع مصطفى على طول طبعا. في الماتشات على طول قريب طبعا. منه، قريب كمان من لعيبة النادي الأهلي، يعني أنت على طول جوه الزون بتاعت الفرقة ودايما في ظهر مصطفى. ده اللي بيخليني أسألك الأسئلة دي. مصطفى أنت كنت هتحكي لي حكاية بدأت معاه في الأول، كان هو ما كانش حارس مرمى. مصطفى ما كانش حارس مرمى اصلا خالص، كان لعيب. مصطفى على فكره لعيب حريف قوي. كان بيلعب ايه مركزه؟ كان بيلعب وينج. وينج رايت ولا ليفت؟ وينج رايت. لعيب حريف ويرقص وينطط بدأ كده. بدأ كده وهو لعيب كره مش طبيعي. ايه اللي رجعه ورا كل ده؟ هو كده بقى طلبت معايا في مره، انا عايز جوانتي، انا عايز اقف جون. بس طبعا الكابتن ساعتها كان اخر انبساط، احسن جوانتي هيجي. هو اصلا يعني الكابتن ولا حتى قال له يقف ولا اي حاجه. مصطفى كان لعيب عادي جدا في البراعم، بدا في البراعم لعيب مع الكابتن بدر رجب والكابتن امين عرابي في الاول خالص، اول ما بدا وكان عادي جدا، جيب جوان عادي جدا واسيست. عادي جدا. وبعدين هو ما كملش خالص خالص خالص، ده هو على طول لبس الجوانتي وقال لك انا عايز اقف جوه بس كده على طول. وبدات كان عنده كام سنه ساعتها؟ لا كان عنده حوالي مثلا 5 سنين. كان راح اصلا ما كانش لسه حتى الفرقه بتاعته اتعملت في النادي، يعني هو مصطفى 2000 لما راح ما كانش حتى لسه في مواليد 2000 في النادي. وبدا قال لك انا حارس مرمى. بدا قال لك انا حارس مرمى خلاص. اتاثر كتير وتعرض لانتقادات كتيره جدا 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 طبعا عشان اسمه بس، من غير ما الناس حتى تبص على مستواه. هو دايما في قطاعات الناشئين كان مكسر الدنيا للناس اللي متابعه، على طول موجود في منتخب مصر، لكن هو كان بيتعرض لانتقادات كبيره جدا، وانتوا اكيد كنتوا بتشوفوا الكلام ده. كنتوا تتصرفوا معاه ازاي وهو نفسه كان بيتعامل مع المواقف دي ازاي؟ بص هو الحمد لله يعني مصطفى ربنا يعني مديله ثبات انفعالي كويس جدا ويعرف يتعامل مع الضغوطات كويس قوي. فانت كنت بتضغط ضغوطات مش طبيعيه والناس كلها بتتلكك لك على الواحده. يعني مصطفى مثلا لو هو واقف جون ومثلا دخل فيه جون عادي جدا هيقول لك بص مصطفى بص دخل فيه جون عامل ازاي، بص عامل ازاي دي تخش فيه مش عارف ايه. في نفس الوقت لو واحد مثلا واقف في الجون ايا كان اسمه مثلا احمد محمد مثلا دخل فيه الجون ده عادي جدا ولا اي حاجه، عشان ده طبيعي فعلا. ما هو طبيعي يعني انت حارس مرمى يخش فيه الجون، تقلش في واحده، نوير، كاسياس، كورتوا، اي حد بيغلط ده طبيعي.